أحلامنا احنا نومك الأول نوم الدنيا صبح طول أحلامنا احنا نومك الأول قومي بقى لن كون وتكوني قومي بقى لن كون وتكوني نخلي العشق يرجع مثل الأول نخلي العشق يرجع مثل الأول قومي الحلم يا دنيتي تانا تقوم ونرشرشو بالصبح حتى نفيقو قومي الحلم يا دنيتي تانا تقوم ونرشرشو بالصبح حتى هجوم عليهم بالسكاكين ليش بالسكاكين؟ كنتي اسحبي قنينة الغاز وطلعي بخيهم عندي يا باشا مثل ما اتفقنا واعتبرها محلولة إن شاء الله ومن بكرة بتشرفنا على المطعم ايمت ما بدك وكل شي بيصير على كيفك تعرف أنا اللي كاسر إيدي ورجلي شو هو؟ وكلمة وعد طلعوا مني وقال أنا لا شايفه ولا شايف محله كله بالمناسبة قل له يهدي لأنه أنا مو كل مرة بكون طويل الباب عم حاكيك على الأرض إيه؟ تعملي لنا هي بعد اذنك لا تشديها راح معلم عناد رح اقول له برا بد نادي له ولا اتركه اتركه معلم انا كنت طول الوقت ماسك الموبايل واقف طالب رقم المخفر قلت صار ما صار مباشره كنت داق لا يا معلم بعجبك انا شهمه قصير راسي ما شاء الله زقرت روح روح على شغلك خلينا نكمل شغلنا هون ماشي فورا شو ابو الصاف شايف صاحبك رجع تعرف معلم من اول ما اشتغلنا هون وانا ناطر جيته وخايف منها ان شاء الله تكون مضيت على خير وما تصير بدايه مشاكل معه والله ما بنخلص ما بنخلص لا لا تخاف ما حيقدر يعمل شيء مين هن اللي يوقفوا بوشه لرامي خد عزبوب هدي بالنا انت بشان الله هدي بالنا ليش لهلا ما مشيتوا هذا الاوردر لساته بمحله مثل ما تركته فينا نرجع على الشغل يلا وين اخذتيها لهي اللي كنت عم اشتغل فيها
يلا بلشوا شباب، شو بكون؟ الحمسين السكاكين. تعالي نكتب رسالة. وافقت. روح جيب قنينتين وورقتين وقلم. لمين بدك تكتبي رسالة؟ لإلي. أنا باخذهم من الطرف الثاني. لإلنا. ناخذهم نحن وأولادنا بالمستقبل. يا الله شو متفائل يا سامي. لا وعم بتقرر لحالك. متفائل بشو؟ وعم قرر شو؟ متفائل بالمستقبل. بعدين مين قال لك إنه أنا بدي أجيب أولاد؟ ما سألتني. طبعاً متفائل. ما في أحلى من صورتنا ونحن كبرانين سوا. بعدين بخصوص الأولاد بعرف قديه بتحبيهم. أكيد ما عم قول هلأ، بس بدي أقول لك كلمتين وبتمنى تفهميني كتير منيح. تلميحاتك إنه أنت مريضة وهي النظرة المتشائمة تبعك عم تجرحني من جوا. أنت أقوى حدا أنا شفته بحياتي، وإذا أنت نسياني إنك قوية فأنا بذكرك، بس ما رح أسمح لك إنك تفكري لمجرد تفكير تتركيني بنص الطريق وتروحي. نحن رح نصير ختايرة سوا، ورح نتناقر سوا، ورح يضحكوا علينا أحفادنا، ورح يعجبوا بقصة حبنا سوا. فهماني؟ فهماني. ما كان في داعي لهالمحاضرة. ما رح أتركك بنص الطريق، رح كمل معك بالطريق اللي اخترناه. ممتاز. معناتها رح روح جيب ورقتين مشان نكتب الرسائل. طيب هلأ بعد شوي بتروح، خليك قاعد جنبي. قد ايه حلو الزواج أول شيء؟ ما بتكون الدنيا وسعته للواحد. بعدين مدري شو بصير. مو شو بصير، أكيد الحب ما بيروح، بس يمكن يلتغى التواصل. وكيف ممكن يرجع هذا التواصل؟ كما كنا، ما منخبي لا منبين، وكل شيء بتحسيه بتقليه فورا بدون ما تفكري فيه. برأيك بنقدر نرجع نعمل هذا الشيء؟ ليش نحن مو كنا عين؟ عادي، أنا اشتقت لك. اشتقت لعادي القديم، كلامه، دفاعه، حنيته، لرأيه اللي كان يعطيني إياه. إيه، بالعلامة كل ما بيقول لك رأيه ما بتسمعي له. لأني كنت حب أسمع رأيه وأفهم أفكاره بدون ما أكون مجبورة أنفذها. أفكاره كانت تفتح لي أبواب لأفكار جديدة. أنا ما بدي حل ولا جواب. أنا محتاجة النقاش هذا. وأنت صرت بعيد. بعيد كتير. يمكن لأنه صارت علاقتنا مجموعة من الملاحظات نوجهها لبعض. معظم الوقت بتكون ملاحظات غبية. يمكن لولا ريهام. لولا ريهام شو؟ كنا انفصلنا؟ لا أخفيك، نحن وصلنا لنقطة كان اللي بيربطنا بس هو ريهام. عادل شو اللي عملناه لحتى وصلنا لهون؟ السؤال الأهم، شو لازم نعمل لحتى نطلع منه؟ يمكن الجواب على هذا السؤال صعب شوي، بده شوية وقت. عندك قدرة على الانتظار؟ قومي تمشي على الشط. ايه؟ منقوم؟ يا أهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا والله. شكراً.
بدي اسالك، هيئته يعني الباشا سعد ما شاء الله عنه مرافقه وسيارات واسلحه وذخيره، دخلك شو القصه؟ يا ريت ما نتدخل بشي ما بيعنينا من بعد اذنك. يعني بدك ما تواخذيني، بس احيانا البني ادم هيك بيصير عنده شويه فضول وبيحب يعرف شويه تفاصيل، واحيانا الفضول بيودي صاحبه لاماكن مو منيحه. فهمتي علي قطه؟ عن جد بيلبق لك تكوني مديرة وبامتياز. يعني معبية مركزي؟ طبعا معبية مركزك وكتير كمان إذا بدك، وبيلبق لك الأهم من هيك بكتير وحياتك. إروق، لا تكون مفكرني جايبتك لهون لحتى تتغزل فيني، أو متصور هذا الكلام يعني رح يأثر فيي ويكبر راسي. تفضل ارتاح يا باشا. ايه شو علي؟ أنا اللي برتاح يا عيون الباشا. ايه باشا سعد، مو هذا الاسم اللي بتحبه؟ أنت بهالزمانات قلت لي لاقي مشروعك وأنا مستعد أشتغل. متذكر مبلا، ولساني عند كلامي بالمناسبة، بس بدي استفسر عن كم شغلة إذا ما بيزعجك. لا أبداً ما بيزعجني، بالعكس هذا الشغل يعني بزنس، لا في مجال للعواطف ولا للمجاملات. فتفضل، شو حابب تعرف؟ لمين هاي الشركة؟ إلي. وغير هيك؟ ما في. بعدين أنت شو بيهمك؟ بالنهاية أنا اللي قدامك وأنا اللي عم بتعامل معك. حلو كتير. وشو الشغل بالضبط؟ آها يا عيني عليك، ما في أحلى من الحكي العملي. هلأ هاي الشركة هي شركة إعلانات صغيرة، بس أنا حابة إني كبرها، وحابة إنها تكون من الشركات المنافسة بالبلد. يعني بدي أفتح فيها ثلاث أقسام، الجزء الأول يكون للإعلان، والجزء الثاني للأغاني والكليبات، والجزء الثالث للمسلسلات والدراما. فشو رأيك؟ هلأ هذا الحكي كله بصراحة أنا ما بفهم فيه، فيا ريت تعملي لي بس دراسة صغيرة افهم فيها انه انا ما رح اخسر مصاري للدفع اجباري. لا، الدراسة معمولة وخاصة وبامكانك تاخذها وتطلع عليها، بس الاهم من شان اللي عم تلمح له انه ما في اي شيء اجباري. يعني الاكيد انه مانك مضطر تشتغل معي غير عن قناعة ورضا. عم بحكي معك بوضوح، انا في عندي ممولين كتار، ما رح انتظرك لحتى تقرر. على فكرة أنا رح أحكي معهم. روقي روقي روقي، أنت هيك عم تخلطي دباس بعباس، الله يوفقك. أنا قصة الممولين ما بحبها بنوب، والشراكات ما بحبها البنوب. بعدين أنت دارسي الموضوع منيح، يعني متأكدة من جدول اقتصادية؟ هلأ أولاً قصدك عباس الفرناس؟ مثل ما بدك يا ستي. ثانياً برأيك أنا ليه قاعدة ورا هذا المكتب؟ لك أنا ما بقعد ورا مكتب، ماني عارفانة شو بدي أشتغل فيه. حلو حلو الكلام كتير. سؤال بس، طارق شو وضعه هون؟ قصدي يعني شو بيشتغل بالشركة؟ مجرد موظف عندي بيأدي مهمته وبس. يعني هاي الشركة أنا وأنت؟ هاي الشركة أنا وأنت، وبتفرق معي كتير. أعتبريني موافق، بس ممكن يعني تتكرمي علي بفرصة صغيرة بس مشان أقدر أفكر. طيب معك أسبوع منيح؟ قبل ما يخلص الأسبوع بيكون الجواب عندك. ممتاز. لا يا أنا، لا لا، بعدي لي شوي حبتي. هيك بتعجن المعكرونة كلياتها، ما في داعي للنار القوية أبداً، بدها نار هادية بتستوي هيك كلياتها تطلع أزبط. حتى لو عم ينقل زبون بده ينطر لياكل شغلة طيبة، وهي نتيجتنا بدنا نخاف عليها، فهمتيني؟ طيب طيب بعرف. أمي الله يرحمها كان دايماً اللي بصلتك بتضلها محروقة. ليش كنتي تحرقي لها الطبخ دايماً لأمك؟ لا بس كانت تقلي عن حالي، يعني عني أنا. أهلا شوي بالله، هيك غلط، هيك بتروحي حالك.
احمي ايدك، ليش فاتحتيها هيك؟ باي لحظه بتروحي اصابعك؟ بجمعهم وبضب ايدي بحميها وبقطع وبقطع. يلا رامي يا عيني، انت اللي حاطط دواك من دابي ولك حاسه حالي تحت المجهر مراقبني مراقبه؟ ليكو صافي بيتاخر وبكسر اغراض، وبحياتك ما وجهت له ملاحظه واحده بس. الو بلشنا طاطات براغي. لك صافي اصلا معتبره لهي مرحله ومو شغلته، حتى لو بيحبها. بعدين الزلمه بده يصير مطرب، هذا طموحه وانا بحترم فيه هي القصه. طيب وانا ليش شو شايفني؟ مش كمان بدك تصيري مطربه؟ لك لا، شو هالهضامه هي؟ يعني اكيد مو مطربه، راقصه. بعدين الرقص التعبيري هو ارقى شيء بالعالم، ومين ما كان بيعرف يرقص؟ عن جد مو ممن كان بيعرف يرقص، اللي بده يرقص بده يكون من هو وصغير متدرب ومفسخينه ومدري شو عاملين فيه. لك ايه ما انا كنت هيك انا وصغيره، بس يعني هلا قصدي اذا بدي ارجع فيك تساعدني؟ شو بدي ساعدك؟ عم ساعدك تقطيع الخس، شوي الدجاج، سلق المعكرونه، اكثر من هيك شو فيني اعمل لك؟ لك قصدي يعني انه انت ما عندك مانع انه انا اتدرب واشتغل مع شي فرقه؟ اكيد ما عندي مانع. يعني اذا ما بيأثر على الشغل هذا الحكي، والمهم انه انت تكوني مرتاحه. رامي انا شو بالنسبه لإلك؟ يعني انت كيف بتشوفني؟ انه شو بتعتبرني؟ كيف بتفكر فيني؟ مساعدتي اللي بحترمها واللي جاهز لأوردر شيف؟ ايه السلطه جاهزه. ثاني لشوف. يلا الدجاج بده دقيقتين وبجهز. طلعي له اياه اسكبيه مثل العاده وزبطوه. انا طالع اشرب كاس شاي، ما عاد فيني. روح طالع السلطه. شو غليظ لك انت، بتشر الغلاظه منك شر. ايه بقى مضار. مرني معلم. احكي مع رشا خليها تجي على المطعم فورا. ولا انه ما تطول. صار كيفك يا رشا؟ لاقي للمعلم على المطعم. الا ما تطول. حاضر معلم. لا تطول يا رشا. خير عناب، شو القصة؟ خيو من الأخير بدي لك كلمتين وبدي إياك تسمعني. أنا سعد لا بحبه ولا شيء، بس عبداري لسببين. الأول مشان أتقي شره، والثاني إنه هو زبون دائم. ويا أخي فاتورته محرزة. عناد ما بعمل له مثل ما بده، هذا المطعم في قوانين. وأنت لا بقى تناقشني بهذا الموضوع مرة ثانية. يا ابن الحلال تسمعني للأخير، وإذا ما عجبك كلامي كبه. سعد انا بقنع لك اياه يرجع لطاولته، انا بدي منك شغله وحده بس، ابتسم له واعتبره زبون عادي، ابتسم له وكبر له راسه، يعني مو القصه مالها صعبه. طيب، حاول. ايه ها؟ ما بدي منك غير انك تحاول، بعدين سعد يعني هو شو بده؟ بده يحس حاله مميز عن الباقيين، لك يا اخي هيك عقله، حطه محل ما بده، الله يرضى عليك. لك يا استاذ رامي، يعني انت شايفه مقدر وفهمان، معقول تحط راسك براسه؟ بعدين يعني اي شيء رح نعمله بوعدك انه ما ياثر على السيستم تبع المطعم. من شو؟ على السيستم. السيستم؟ ايه اصلي اذا ما بيتغير بنلاقي لها حل. هي بندرسها. نط هلا جيب لي فايل الفيش تكنيك من الدرج بسرعه. رح اسوي لك فنجانين قهوه. لك اخي شو بدك؟ لك ساعتين عم تبعث لي اخبار، عم نشتغل. شباب ليش ضايج؟ عود. خيو في ثلاث شغلات بدي اقول لك عليهم. قول. الشغله الاولى انا قررت انه خلي زياد يساعدني بالمحاسبه. طيب والثانيه؟ ثاني وحده حكيت انا ونسار انه هذا قسم الالعاب، خلينا شوي نظبطه نستثمره بيطلع لنا قرشين حلوين. كخه. والثالثه؟ الثالثه بقى حكاني رامي وطلبني على المطعم عشان اظبط لهم الحسابات. وغيره؟ بس هدول هن خلصوا. طيب اخي مشان الشغله الاولى، يعني طبيعي انك تسلم زياد وتدلله وتعلمه وتدير بالك عليه، ما هو اخوك فعادي تحطه تحت جناحك، ما حكينا شيء. برافو. صح. بعدين يا فهيم هلا انت هون المدير، يعني معك صلاحيات كامله بدون ما تسالني. اصلي بس لبين ما تجي ريهام وسامر، ها
بعدين تتقاسموا كل شيء مثل قبل. أما الشغلة الثانية هي تبع المراجيح والزحليطات وأطفال وما بعرف شو، تاري هيك عندك هيك لحسة حنية والله يا أبو الزوز، يا منك يا أما من ألوس ما بعرف. أخي لا مني ولا من ألوس، حسبها معي. هلأ إذا أجوا ولدين مع أمهم وأبوهم منيح، فالولاد لعبوا بهالألعاب، بعد ساعتين ثلاثة شو حيصير؟ ما حيعطشوا؟ ما حيجوعوا؟ أمهم وأبوهم ما حيعطشوا يجوعوا كمان؟ حسب لي بقى يا حسامو كام منقوشة بتمرق معها؟ كام كاسة عصير؟ كام أرجيلة؟ مزبوط؟ يا عيني عليك أنت يا أبو الزوز، والله الفكرة حلوة بصراحة، بس رح نأجلها شوي لبين ما يجوا الشباب مشان نجتمع وناخد قرار. بس مشان الشغلة الثالثة تبع أبو الريم أنا رح حاكي وقل له إنه يصير كل يوم بس يسكر يمر لهون ويجيب لك فواتير، أحسن ما تروح وتجي وتضيع بين هون وهنيك. رشا بدي إياكي تطلعي على بيروت فورا، بتشوفي الكروكي وبتقولي له ما يجي لعندي لحتى أنا خبره. شبك ليش صافنة؟ في شي ولا أنت مانك مهيئة لهيك سفرة مفاجئة؟ لا ما في شي، بس يعني معقولة اطلع على بيروت حتى قال له هالكلمتين؟ نتصل فيه اتصال؟ لا لا أنت مو معقولة، الذكاء عم يشرشر شرشرة، يعني أنا ما فيني اتصل فيه مثلا؟ بس إذا بيحكي كلمة واحدة ممكن تتفتح العيون عليه، لكن إذا ما احمرت كمان عم تفهمي ولا لا؟ طيب يعني ما فينا نأجلها يومين ليجي عادل من طرطوس؟ هيك باخذ معي صور اللوحات اللي طلبهم الكروكي، يعني نضرب عصفورين بحجر. ابدا ما فيني اجل ولا دقيقه، لانه اذا مسك رح يروح فيها وما بتعرفي مين بجرجر وراه. احكي ولا اسكت؟ اذا ما بدك تطلعي لا ابعت حدا تاني. يعني بدك اطلع هلا بساعه الساعه؟ حول ولا قوه الا بالله. رشا شبنا كنا نطلع على لبنان نتغدى ونرجع، هلا صار طلعت لبنان بدها تحضير وتجهيز. شو بيه؟ لك روي عم امزح معك، ما بدك تطعمينا يعني؟ لك تجلطيني انت. عناد كيفكن يا صبايا يا حلوين؟ اهلا وسهلا. اهلين ابو ايمن، اكيد قصدك بالصبايا الحلوين سعاد حبيبتي. وليش قصدي سعاد؟ ما انت ست الصبايا يا ام سليم، يعني ابو ايمن قاصدها ومو غلطان بنوبها. بعدين شو هالشياكه هاي؟ زيارة ودية ولا في شيء من ورا ظهري؟ على العموم أنا رايحة أشوف الأستاذ لؤي. طمنك الأستاذ لؤي ما موجود هون، أنا جاي خص نص لحتى أشوفك لإلك. جاي تشوفني إلي؟ يعني أكيد مانك مشتاق لحدا تاني؟ أنا صراحة أنا جاي لأطمن على الشغل ولأطمن كيف شغل أم سليم، لأنه في نية نفتح مشروع تاني، ولح يكون مترئيس هذا المشروع حضرتنا والسيد أبو تحسين وأم سليم. عن جد عم تحكي عمو؟ قريته ألف ألف مبروك. وبالنسبة لأم سليم فمو ناقصة شي بنو، هي أستاذتي ومعلمتي والقصة كتير بسيطة، يعني شوية أدوات صح ومواد صح وكل شي بيكون تمام. هذا إنه غير نفس أم سليم أنت أدرى فيه يعني أبو أيمن. لك هذا من لطفك وذوقك يا أطيب الناس. معناتها نحن جاهزين، يعني ما بقى إلا ننزل على السوق ونشتري أدوات المطبخ. إمتى بتحبي ننزل؟ إمتى ما بدك عمو، بلكي شي مرة نطلع أنا وياك الصبح بكير. اتفقنا. أنا علي إذا نشوف حسام أفندي وين موجود لحتى بالصورة. أم سليم بدك شي؟ عاوزي شي؟ طول ما أنت موجود فالهمة عالية، لا تخاف. سلامتك. أنا بستأذن. سلام. الله مع سلامة. تعي نكمل بسرعة يلا خلينا بس نلحق. كتير طالع حلوة عن جد، شياكة وغير شكل. مو معقولة أنت يا سعاد. شو بلاقي منكن أكلين شي؟ أنا أكلت. ما عجبكن الأكل ما؟ لا والله كثير طيب، بس يمكن هيك أخذني الحديث أنا ما أكلت. طيب بسيطة، أبعت لكم تشربوا شي؟ إيه بعد شوي منشرب. إيه من عيوني؟ سلم دياتك. الله يسلمك. شكراً كلك زوق. هلا هاتي لنشوف شو رأيك بالخدمة؟ هون أحسن ولا بهداك الملتقى؟ هلا بكل المواضيع بالأول بتبلش بيرفكت، بس بعدين ما بتعرف شو بصير. وحياتك نزدادوا شباباً وإتقاناً، وبالعكس كمان رح نضل مثل ما بلشنا ورح نتحسن إن شاء الله. ولا بتمنى شو أمنت رعاية ولا لسه؟
كنت خبرتك، بس أنا بصراحة متفائل. يعني حتى لو ما لقينا حدا يدعمنا منبلش ولو بعدد قليل ومنعتبره محترفنا الخاص. حلوة طريقة تفكيرك، يعني عملية، بس قبل ما كنت هيك. أكيد ما حدا بيضل على حاله، كله بيتغير. أكيد أنت تغيرت للأحسن. طيب ليش ما عملت موضوعة معينة للملتقى بحيث أنه الكل يشارك فيها وبيشتغل فيها؟ هلأ بصراحة أول شي فكرت بهذا الموضوع، بعدين حسيت أنه كل الطرق رح تودينا لنفس المكان. يعني أكيد ما في ولا فنان رح يشتغل شي خارج عن همومه وتجاربه ومعاناته وآلامه. معك حق، يعني كل واحد بيشوف الموضوع من زاويته. تماماً، وهذا اللي بيخلق التمايز بين كل فنان والتاني، ومشان هيك تركتها مفتوحة. أنت مبسوط؟ يعني حققت الشيء اللي كان بدك تساوي؟ هلأ بشكل عام إيه، بس القصة بالاستمرارية. يعني أنا شو رح أعمل لقدام؟ حسام ليش لهلأ ما ارتبطت؟ كنت متوقع رح تسأليني هيك سؤال. هاتي لنشوف، ليش برأيك؟ لأنك أكيد ناطرني لهلأ. آه يا للي علي سافر وراح ولا قال لي. آه يا للي آه يا للي آه يا للي آه يا للي علي سافر. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أهلا فيك يا هلا، من كتر ما سمعنا عن محلكم حبينا نجي ونجرب. نور المحل بوجودكم. كيف إن شاء الله لقيتوا لنا المحل مثل الصور؟ لا كتير حلو فيه ذوق. حضرتك صاحب المحل؟ لا أنا واحد من خمسة أصحابي المحل. يا أهلا وسهلا. انتبهوا احذروا إنهم خادمون لاحتلال المجرة. تفضلي تفضلي. ألم وجه عالية. أهلا وسهلا. ألم وجه عالية. قرير تعب بدي أخذك معي عند سعاد. ولا حركة. ولا حركة. معساس عم تعالجينا جريمة، طب بديل، مدري شو، شو طلع كله علاقة فاضي. بالله؟ إيه كلامك مو مزبوط بنوب. بعدين ممكن سيد يزن يعني شغلة ما بتفهم فيها ما تحكم عليها فورا؟ بعدين أنا ماني عم تابعه مزبوط للزلمة، لا ولا تكمل معه راحت بنته على المطعم. يعني الشغلة بدها شوية وقت، بجوز يطول. يا سعاد يا حبيبتي هذا باب رزق، يا أما بنعمل له قسم لجرير وما عاد بفوت لهون وما عاد بنشوفه برا، يا أما عالجي لي بطبك البديل. ليك الزباين عم يهربوا يا سعاد، عم تفهمين؟ طيب خلص ولا يهمك. يلا عن إذنك جرير ما تحرك ولا حرف. لا تغلط يا سلطان زمانك، لا تغلط. وليكني رح أزعل منك. لا لا جرير شو تزعل ما تزعل، انت بالذات ما لازم تزعل لانه الزعل ما بيلبق لحدا مثلك ابدا. مدام انا بعتذر منكم بس في شيء ضايقكم؟ لا لا ابدا بس مستعجله. لا ما بصير، انا حابب ضيفكم يعني اذا بتقبلوا عزيمتنا. بشرط تقعد معنا. ايه اكيد اكيد، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. تفضلي. شرفتونا ونورتونا، اهلا وسهلا فيكم. اهلا اهلا يا هلا. تفضلوا. كيف شفتي المكان؟ ان شاء الله عجبك؟ لا كثير حلو فيه ذوق، بس بصراحه رعبني هات. قصدك جرير؟ لا جرير حدا معتر كتير ودرويش وقلبه كتير طيب صدقيني، وهو حدا حساس وشاعر وكتير فنان. لكن ليه هيك عمل؟ جرير عنده وضع، عنده ظرف. كيف بدي اشرح لك يا يعني، هو بيتخيل انه في حدا عم يلحقه، بس هي هيك دقايق وبتمرق بسلام. انا قايم ضيفكم المشاريع. شكرا كتير استاذ. انا يزن وبلا استاذ اذا بتحبي. أنا نورهان صديقتي نجلة. تشرفنا فيكم. يلا عن إذنكم دقيقة وبتكون ضيافة جاهزة. خير عمي بيزان أمرني. عمي رامين يعني إذا ما بيأثر على الشغل أنا مضطر أسافر كم يوم على الضيعة.
هي ما في مشكلة طبعا، يومين ثلاثة قد ما بدك، بس المهم ما يكون صاير شيء خطير لا سمح الله. لا لا ما في شيء، يعني هي قصة قديمة كتير، قصة ورثة أرض وما أرض، وهذا ابن أخي هلكني اتصالات، مفكر إنه الموضوع رايح ينحل بيوم وليلة، وساعتها بده يصير يلعب بالمصاري لعب ويصير مليونير كمان. يا عيني يا عيني ويا سلام. يعني موضوع فيه ملايين، ليش هلا ما تحركت فيه؟ لك يا ابني، أساساً الأرض فيها قرار استملاك من الدولة، بس في إشاعة قوية عم بتقول إنه الدولة بدها تفك قرار الاستملاك وترجع الأراضي لأصحابها، فأنا قلت بروح على الضيعة بعمل توكيل باسمي من كل الورثة وبشوف لي شو محامي شاطر بوكلي بالقضية، يعني بلكي إذا زبطت لك بلكي بتغير حالنا، بلكي بصير عنا بيت تسكنه لك ابني. معناها خلينا نشوف صديقنا لؤي، محامي شاطر ومنعرفه، هو بيزبط لك كل الأمور. يعني بصراحة أستاذ لؤي أنا عم بخجل منه، يعني لأنه أنا بعرف قدي عم يتعب معكم وما عم بياخد مصاري. إيه ما تاكل هم عم، بهي القصة بنحكي معه أنا ويزن، وهو بيقلكم بالضبط أنتو شو لازم تعملوا، وراو ما وراو هي الشغلة، وبس يرجع لكم الأرض بهي القضية بالذات بنعطيه أتعابه. إذا هيك أنا موافق. قول يا رب. يا رب على راسي. بالإذن. الله معك. يا رب. عادل أنا سألتك سؤال ما جاوبتني عليه. أي سؤال؟ ما فهمت عليك. مع أني بعرف أنك فهمان كتير منيح، بس ماشي أمري لله، برجع بعيد. أنا سألتك إذا عندك قدرة على الانتظار، إذا قدران تصبر لنحل الوضع اللي نحن فيه. بس أنا جاوبتي. آه هذا أنت ما فهمتي علي. لا تجنني، أنت ما حكيت ولا حرف. ولك أحياناً بيكون الجواب مو حرف، مو كلمة، أنا بيكون نظرة، لمسة إيد، ابتسامة، مشوار، وعلى أساس أنت كاتبة وبتعرفي بهاي التفاصيل. إيه صح، بس الجدار اللي بيننا صار كتير كبير، صار لازمه كلام واضح وصريح لنكسره. عادل أنا بدي أسمعك لنقصر المسافة بيناتنا. يا أخي اعتبرني مرة بسيطة، أنا بدي أسمع كلام. معك حق، نحن لازم نكون أكثر وضوح وأكثر شفافية، هذا وعدنا. بكفيني هذا الوقت. مين اللي عم يحكي هذا الحكي؟ أنا عندي علاقات كتيرة، ما حدا خبرني بهيك شيء. عيني أنا هذا اللي خبرني يا سعد، وما بقدر جاوبك من عندي أي شيء تاني. وبخصوص الصور اللي طلبتهم، يا أما أنا بجيب لك ياهن أو ببعت لك ياهن مع الشوفير. شغلتي لي بالي بهالقصة، معقول هيك يصير؟ إيه لا تكبرها، ما حدا على راسه خيم. سعد بذات نفسه من فترة قصقصوا جناحاته، بس هو ملعون قدر ينفذ حاله وما حدا حس عليه. عم تحكي عن جد؟ شو بدي أكذب عليك أو ألف من خيالي يعني؟ يعني ببساطة ممكن بفترة قصيرة يزبط لي أموري سعد، ما هيك؟ أو ما بتعتقدي؟ ممكن هو بالضبط ما شرح لي، وأنا ما بعرف شو حدود القصة. بصير خير. بالنسبة لقصة صور لوحات عادل، أنا بفضل أنت تجيبيهم، منه منشوفك وبتتسلي ومنطلع من سهرنا سهرة حلوة. على فكرة قبل ما أنسى بدي أعطيك ظرف لسعد، حكيلك عنه شيء؟ لا ما قال لي. شو هذا الظرف؟ وشو اللي بقلبه؟ شغلي ما بتخوف، معقول نورتك يا رشا؟ ولو؟ لا عيني، لا بورتك ولا بتورطني، أنا لازم أعرف شو فيه بقلبه. أنا ما بفوت بقصص أبداً بتجيب لي وجع راس. لكن كيف بدنا نشتغل على هالحالة؟ وليش بعتك لهون سعد أفندي؟ هلأ هيك صار اسمه هون؟ سعد أفندي؟ لك ليش هيك قلبتيها جد؟
عم ناخد ونعطي بالحكي وما انتبهنا؟ ولو بدنا نوقف لبعضنا على كلمة. طيب يا ستي، الباشا سعد، ولا أقول لك الباشا سعد؟ بعلي صوتي أكتر لحتى لا تنبسطي. لك أنا عم أمزح معك مشان نسيك قصة الظرف. أنا ما بنسى شيء. بدنا حل يا رشا. نحن أخذين بضاعة وبدنا نرجع مصرياتها، لازم تفهمي هالشي، وسعد بيعرف هيدا الموضوع كتير منيح. يا أما كان لازم يخبرك بالقصة من الأول، يا أما كان بعد حدا غيرك. أنا حقله هاد الحكي وهو أكيد حيلاقي حل. ألو، أهلا رشا، وينك؟ أنا سهران بالمحل ناطرك، يلا تعالي. يلا. نهلا نهلا، وينك يا بابا؟ بابا عم دور عليك من الصبح ما عم لاقيك يا بابا، من شان أحرسك. إيه، ما أنا حارس الغابة وأسقي كل ما ينبت عليها. أيوة، بدك تجي تزورني بالمطعم بقى؟ نحن نطعم الجائعين ونسقي الزائرين. الله. طيب قوم نروح لعند سعاد وبعدين منزوره. ومثلها يزار. تعال الحقني، خلينا نركض يلا. لا، جرير لا يركض. وانتبهي يا بابا، إذا بدك تركضي خدي الأرض وما تطيري بالهواء. انتبهي من الهواء يا بابا. خدي الأرض ولا تطيري بالهواء. حاجة تطلع فيني. تعال نسمع موسيقى. أنا عم حس مع كل موجة في موسيقى عم بتفوت لجوات روحي. وأنا كل ما بتطلع بعيونك بحس إنه عم تنردل لي الروح. هلأ وقت الغزال؟ إذا هلأ مو وقته، إيمتى وقته لكان؟ بتعرف إنه أنا بعرف شو بدك تحكي قبل ما تحكي؟ ليك؟ شو رأيك نسمع بس صوت القلب بلا ما نحكي؟ أنا بدي استأذن شوي، عندي حسابات لازم زبطها. ناولنا الفواتير، خليني فوتهم. نسيتهم. ما؟ نسيت. إيه نسيتهم والله، هذا مو شغل. يلا محضورة هلا. حجب لك ياهم هلا، بروح بجيبهم. خلصت بشرفك، بدي خلص شغلي. نعيو. يلا عن إذنكم. مع السلامة. إيه أبو يزن، كل الورثة راح يكونوا موجودين هني؟ طبعا مجمعين حالهم وناطريني. اجت على رجليها، معناها بكره الصبح بكير بكون عندك وبنطلع سوا. منه بنزعج عادل وعيلته وبنسلم عليهم وبوشنا على ضيعتكم. اللي بتشوفه استاذ، واذا بدك نزلني انت على مفرق الضيعه وانا بطلع بجمع لك كل المعنيين بالموضوع على بال ما تكون انت خلصت مشوارك ورجعت. كمان بيصير الساعه 8 منيح، قصدي يعني بتكون صحيان؟ طبعا انا بصحى من الفجر وما برجع بنام. عظيم، معناها اتفقنا. من باب الاحتياط لكان على السبعه اعمل لي رن. ماشي، انا طالما اتفقتوا واموركم بالسليم لازم امشي بشوف حسام شوي، بدنا نروح نجيب له الفواتير للسيد يزن مشان ما يفضحنا. بالاذن. اذنك معك ابو ريم. يعني اذا زبطت معك ابو يزن بكون حظك لعلع بالسماء. 20 دونم على شط البحر، والله شغلي مانا قليل بنوب.